لا تنصدم، لا تنصدم، ما عد شي بحياتي، كلك على بعضك كرهتك وعفتك، ما بيك لو أن وجودك غناتي، حذفتن اسمك من سجلي حذفتك. لا تنصدم، ما عدت شي بحياتي، كلك على بعضك كرهتك وعفتك، ما بيك لو أن وجودك غناتي، حذفتن اسمك من سجلي حذفتك. صارت حياتي معك تشبه مماتي، ما في حاجة طيبة لا وصفتك، عمر الخطأ ما كان نوع بصفاتي، حتى مشيت العام دربا وشفتك. أنا غلطت بحق نفسي وذاتي، غلطة بدت من يوم جبتك وضفتك، داخل خفوق انحط حبك مناتي، كبرك في عيني وجيت وعرفتك، وصرت القريب اللي شتاته شتاتي، جرفتني كلي وكلك جرفتك. لكن خسارة من تكفو لسواتي، اللي حصل بين رداك وكشفتك. تدري بصراحة ايش غلطة حياتي، تدري بصراحة ايش غلطة حياتي، اني نزلت لمستواك وعرفتك. الشاعر ثامر شبيب. نلتقي وإياكم من جديد مستمعي دانة الأصوات صوت الخليج في كل مكان وفي أي مكان، أهلا وسهلا بكم جميعا إلى هذه الحلقة، وأضيف جديد نستضيفه في برنامج فيض المشاعر. أجمل تحايا فريق العمل من التنفيذ فيصل الشراوي، العلاقات العامة عبد الله كهوري، وتحية من الزميلة العزيزة آمنة الحمادي اللي أيضا منورتنا في الاستديو، تحية كذلك من الزميل علاء ملاحي وعبد الرحمن الشعيبي ومحمد عبد الله. أجمل تحياتي لكم من داخل الميكروفون، أنا أخوكم بعد من داخل الميكروفون، تخيل والله المرة الثانية اللي أقولهم من داخل الميكروفون، من داخل الاستديو أخوكم عادل عبد الله. حياكم الله مستمعينا. ضيف جديد في حلقة هذا الأسبوع، وواحد من الأسماء المميزة في الساحة الشعبية القطرية بصراحة،
مميز بعطائه، مميز بما قدمه للساحة الشعرية، مميز بكل ما أوتي من قوة في خدمة الشعر والشعراء والأدباء في كل مكان بصراحة. والأهم من ذلك أنه كان تركيزه دائما كيف يخدم شعراء قطر. شاعرا بدأ، ومن ثم عمل في الصحافة القطرية في تحرير صفحات شعبية، قدم عصارة أفكاره وقدم كذلك مواهب مهمة للساحة الشعبية القطرية، اهتم بها ورعاها إلى أن ترعرعت وكبرت في الساحة الشعبية القطرية. اتجه مؤخرا أيضا كذلك إلى خدمة المثقفين والأدباء والشعراء، ولكن بجانب آخر فأنشأ دارا للنشر يهتم بها ويرأس هذه الدار. ضيفنا لهذه الحلقة كما يعلم الجميع من خلال الإعلانات اللي تبث في صوت الخليج وحساباتها المختلفة هو الشاعر القطري راضي الهاجري. يا مرحبا طال عمرك. مرحبتين يا أبو عبد الله، وسعداء أن نكون في دانة الأصوات أثير هذه الإذاعة المميزة التي سابقت الريح لتصل إلى ما وراء الحدود ب خلينا نقول لك أبعاد زمنية مختلفة. راضي، أنا أمام مشكلة. المشكلة هي علاقتي الشخصية فيك. ربنا ما يجيب مشاكل. أيه. وأنا دائما مالي رفيق على الهواء. يعني بالعكس طحت في مطب إن شاء الله. والله عبد الشعيب ما هددك من البداية، هو دائما يهدد الضيوف يعني في بداية الحلقة، لكن المرة هذه مش موجود فما وصلك التهديد، فأنا قاعد أوصل التهديد بنفسي يعني. خاصة أيضا فيني غل عليك، لمن لا يعرفه الجميع الله يسلمك، أننا احنا في اليوم الرياضي في العام الماضي فزت علينا 11-1. نعم. وهذه النتيجة الثقيلة هذه علي أنا ما زالت إلى الآن ما زلت أحمل عبئها، كوني أنا كنت جايب فريق جميل يعني مؤسس فريق حلو. فاليوم ما أعرف كيف راح أتصرف. أبو عبد الله يمكن الأصعب أن الواحد كان ظلم اللي جبتوه، يعني حتى هذا ما فلتوا فيه بعدالة يعني. كان بلنتي هو بلنتي وظلم يعني. وعيد وصدينا في نفس الوقت، لكن مسموحين إن شاء الله. طيب راضي، راح نبدأ من الجديد. أنا يهمني الآن المحور الرئيسي اللي راح نتكلم فيه هو محور دار النشر. كيف جاتك فكرة أن أنت تأسس دار نشر من البداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يعني الفكرة يمكن نبعت كوني قارئ منذ الصغر، وقارئ نهم جدا يعني. فمتابعة يمكن أنا سياحتي مؤخرا كانت سياحة ثقافية يعني. كنت في الفترة الأخيرة كنت من يزورون معارض الكتب بشكل مختلف، وكان نوعا ما يؤلمني ما وصل إليه حال صناعة الكتاب مؤخرا. هناك زخم كبير في الإنتاج، ولكن للأسف صاحبه كذلك تدني في جودة المعروض وما ينتج. بالإضافة إلى أن مشكلة أو إشكالية الكاتب القطري كانت دائما بندرة دور النشر القطرية أو منافذ إنتاج الكتب للمبدعين القطريين، بحيث أن معظمهم كانوا يلجؤون للإنتاج أو إنتاج كتبهم عن النفقات الخارجية. الخارجية طبعا. اقتصاديات السوق طبعا تحكمت كثير في ما يعرض والمحتوى. لقيت ان الان الطفرة الثقافية قطر كمحتوى، احنا دائما نقول يعني عبارة انها قطر ولادة، كنا دائما نقول، ولكن المثقف القطري او المبدع القطري فيه نوع من الحياء الثقافي، انه ما يبرز انتاجه او ينتظر دائما الدعوة. لذلك وفرنا، سواء إذا تذكر يا أبو عبد الله، كنا في كثير من التجارب السابقة في منح المساحات للمبدعين للانطلاق، كنا دائما نعاني ذلك الجهد. لذلك جاءت الفكرة، في طفرة ثقافية الآن موجودة، في تشجيع كذلك من وزارة الثقافة والرياضة طبعا. فكانت الفكرة أن نحن بحاجة إلى ظهور دور نشر قطرية. فتم كانت كمبادرة مجموعة من المهتمين بشأن القلم في قطر.
وتمت كذلك مباركتها من القطاعات الرسمية، والحمد لله تقدمنا بها ووفق على مجموعة من الدور انطلقت، يعني كدار روزا، دار زكريت، دار لوسيل، يعني كان الرعيل الأول كذلك في الانطلاقة، وانضمت إليهم دار الوتد ومجموعة من الدور كذلك، بحيث أنها زادت على الدور السابقة أو الناشرين السابقين الموجودين في قطر طبعا. فدماء جديدة، رؤى جديدة، حسينا أنها فعلا الساحة الآن بحاجة إليها. اختلاف خلنا نقول المشارب في يعني في دور النشر منحتنا ذلك التنوع الجميل، يعني في اهتمامات بالمجال السردي، في اهتمامات للمجال الأدبي، في اهتمامات بالمجال الثقافة الشاملة كذلك. ممكن احنا في زكريت نسعى الى ان نقدم الثقافة الشاملة، كل ما يثري القارئ. يعني احنا الان تكلمنا كان المدخل انصاف للكاتب، ولكن اهتمامنا الان بإعادة اهتمام القارئ كذلك لما ينتج، وتقديم منتج قطري يعني يستحق الجودة المفروض أن تقترن باسم قطر. أولا كان نازل خبر، وأنا كنت أنا من أعطي المعلومة بأن بالخطأ طبعا، أن كان راضي الهاجري هو صاحب دار لوسيل للنشر، وهي هو صاحب دار زكريت، ولكن لم تختلف المناطق في قطر، ولم أذهب بعيدا عن خارج حدود الوطن، إنما كلكم مكملين لبعضكم البعض. تقديرنا واحترامنا لصاحب دار نشر لوسيل، وتقديرنا واحترامنا لضيفنا العزيز الشاعر راضي الهاجري صاحب دار نشر زكريت، ودار روزا كذلك أيضا نوجه لهم تحية كبيرة. هذا المحور بالنسبة لي يمكن من من المواضيع المهمة جدا، كون يمكن في هذا الموسم قد تكون أنت يمكن صاحب دار النشر الوحيد اللي راح أستضيفه، كونك أنت شاعر وإطار البرنامج أيضا هو في 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 مجال الشعر، فلذلك راح نتحدث عن هذا الموضوع كثيرا، لكن أيضا إحنا نبغى نسمعه راضي الهاجر الشاعر يعني كذلك. يعني يمكن من القصائد المحببة إلى النفس يعني، وأحب أستهل فيها طبعا، هي من أواخر ما كتبت كذلك، ولكن دائما قريبة من النفس، اللي هي قصيدة البرد. الآن بما أننا دخلنا في موسم البرد قربنا منه شوي، وجو الاستديو شوي دافئ بوجودكم، ولكن ما بواضح الله يسمك احنا داخلين موسم البرد. أنا أحس أنه ما نخلي الأمل موجود، يعني مدام الأمل إن شاء الله موجود. البرد، البرد كهف الضلوع وضوها شوفك، يا حظ منه يشوفك مقبل ومقفي، غمض العين لجل تذكر وصوفك، وروح في رحلة يليتها تصفي. يا صاحبي يا صاحبي فتح عيوني بمعروفك، حاذر تزيد الجروح وتغفل وتغفي، كائن ضعيف ترعرع من حشا خوفك، والخوف يكبر ولكن خوفها مخفي، في شارع الفجر صاح الديك لطيوفك، واترك خيالات فكري قدمي وخلفي، اسمع الحون الصباح، اسمع الحون الصباح برعشة حروفك، صوت انغرس في خفوقي وانفجر حرفي، والصوت يرسل رسالة من سجن جوفك، عية تداوي الجروح فجرت نزفي، تمساح دم الصباح بوصف موصوفك، واترك نسيت الجراح، واترك نسيت العلاج وصاحبك منفي، يا صاحب الدار بار الزاد بضيوفك، والضيف حقه لزوم ساعة تهيل فيه، يا طيف ساكن خفوقي هات من صوفك، اقهربه البرد يمكن صوفكم يدفي، صوابعه قد ما لا طاب مرشوفك، صوابعه قد ما لا طاب مرشوفك، من قرصة البرد يرخي شالها المضفي، ويردني من لذيذ الحلم معوفك، انك مجرد شبه لصويح بيوقفي، انك مجرد شبه لصويح بيوقفي.
يسبقك للخطية، روق قلبه هود الليل وانت شايط وتعدي بي، خلي عنك المعات وابتسم لي شوية، فيض المشاعر على دانة الأصوات صوت الخليج. نستمر وإياكم مستمعينا الكرام وكذلك أيضا مشاهدينا على قناة إذاعة صوت الخليج في اليوتيوب، نستمر معكم في هذا البرنامج وضيف هذه الحلقة الشاعر راضي الهاجري. جميل وصح على لسانك. صح بدنك يا عبد الله، ودائما أنت مميز حتى في 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 بداياتك أبو محمد. إحنا كنا نتكلم عن دار النشر أبو محمد، على طاري دار النشر الآن وجود ثلاث دور نشر انشئت في الآونة الأخيرة جديدة، لكن هل تعتقد أن الساحة القطرية يعني تحتاج كل هذا العدد، أم يعني من المفترض أن تجتمعون في دار نشر واحدة يعني؟ لا، نحن بحاجة إلى هذه الدور وبحاجة إلى عدد أكبر كذلك، لأن إذا تكلمنا نحن الدور هذه هي واجهة للكتاب الصادر من قطر، فلن تكون فقط للإنتاج المحلي، يعني نحن نحاول يعني هدفنا أكبر من كذا بكثير، يعني اللي هو نقل الإنتاج أو الثقافة الآن النامية في قطر المزدهرة في قطر، نقلها إلى يعني آفاق عالمية، يعني نحن لا نسعى للإقليمية فقط حتى، لكن أهدافنا وحضورنا، يمكن أنا آخر ما حضرت الآن توني جاي من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، والاهتمام الآن يعني هناك تعطش
لمثل هذه المنتجات. جميل. الأسئلة التي وردت كذلك من المغتربين العرب هناك موجودين في أوروبا، يعني في ناس كثير انتقلوا من بلد إلى بلد لحضور هذه المعارض وللبحث عن ما يربطهم بأوطانهم التي تعدوا عنها، بثقافتهم العربية. فبالنسبة لنا احنا كوطن، كقيمة تسمى قطر، تسعى دائما إلى تقديم الأميز والأمثل. فأعتقد أن هذه رسالتنا، ونحن كدور نشر نحاول الآن الانتقاء فرضا لمجرد أنه يعني بعيدا عن مجرد النشر أو مجرد الحضور بس لمجرد طباعة الكتب، نحن لا، ننتقي الآن ونحاول أن نجاري هذه الرسالة، نقدمها بإضافة هذه القيمة، بتنمية تلك المهارات، باللعب على موجة تقديم الذائقة والارتقاء بها. طبعا هذا الهدف من خلينا نقول يعني رؤيتنا هنا في قطر، وكذلك سواء رؤيتنا الوطنية أو القيمة المكتنزة في هذا في هذه الثقافة القطرية. لذلك لا أعتقد أن هذه الدور الأربع الآن وكذلك المنافذ الأخرى الآن، يعني أنا أعتقد أن الدور الوليدة هذه أو دور الشاب الآن أو اليافعة هي تنشيط لما كان هنا. بدأت الدور السابقة أو الناشرين الموجودين في قطر بدأوا ينشطون كذلك، مع كل الاحترام لهم كذلك، فبدأوا ينشطون. هذه دلالة صحية وإيجابية، نحن بحاجة إلى المزيد، بالإضافة إلى الآن كذلك الكتاب والأقلام القطرية أو المحبة لقطر أو المنتمية لقطر، يعني نحاول أن نصل إلى عملية الكتب تنجز بعد جهد، عملية الاستحسال في عملية النشر. يمكن كنا في دردشة قبل الهواء، يعني الكتاب يجب يعني يجب أن يكون كمشروع يحضر له جيدا. لا أنا ضد عملية أني لا ألحق مجرد الحق بمعرض الفلاني أو بمعرض الكتاب الفلاني أو كذا. نحن نقدم قيمة متى ما أنجزت، متى ما جهزت تظهر في وقتها، وهي تحسب لك وتحسب لكاتبها أيضا، يعني بالضبط. مسجلة تاريخا، يعني الآن راح تصبح في تاريخ الكاتب وتاريخ دار النشر. بالضبط. هذا ما الذي يجعلني أنا ككاتب، يعني أنا أتكلم عن سين من الناس أو الكتاب بشكل عام، ولكن ما الذي يجعلني أنا ككاتب أني أنا أذهب إلى دور النشر مثلا المحلية وأترك مثلا دار نشر خارجي كنت أتعامل معه مثلا؟ في البداية يعني كدور النشر المحلية الآن في قطر، تركيزنا الأساس على أساس إبراز القلم النابع من قطر. ممتاز. يعني أتكلم بشكل عام، لأن الآن كل من ينتمي، كل من هو في قطر أو على هذه الأرض هو بالنسبة لنا قطري. لذلك نحاول إبرازه، لا ننظر إليها بالمعنى التجاري، لأن لما نتكلم كصناعة كتاب الناس تأخذها من المنطق الربحي أو المنظور الربحي. يعني شخصيا أتكلم من واقع تجربة شخصية، يعني أنا لم آتي مستثمرا وإن كان هذا جانب مهم جدا، ولكن أنا جئت أقدم رسالة. لذلك نحن شركاء، يعني لما يحس أني مؤمن، هذا الكاتب لما يحس أني أنا مؤمن ومهتم بأن يعني حريص على مصلحته، حريص على أن لا يستعجل كذلك في ظهور كتابه. أنا لا أرفض أي كتاب، ولكن الكتاب نفسه قد يحتاج إلى وقت للتجهيز. فالمسألة من باب الاهتمام المتبادل، هذا الهاجس، لأن ما سيظهر سيمثل الكاتب، سيمثل الدار أيا كانت، طبعا زكريت، روزا، لوسيل، الوتد، جميع الدور القطرية، فسيمثل الثقافة والكتاب القطري. لذلك هذه مهمة جميع أطراف المثلث تتشارك فيها، وكذلك إعادة الاهتمام للقارئ بالكتاب وبصناعة الكتاب. الآن هناك يعني وفرة في الإنتاج، يعني تشوفوا معارض الكتب أشجار كثير تفنى،
ولكن نتمنى أن تفنى لسبب، أن يكون هناك يعني قيمة إيجابية من جراء طباعة هذه الكتب. جميل. الآن دولة قطر يعني مؤخرا يعني في السنوات أعتقد من كم سنة بسيطة يعني تقريبا افتتحت مكتبة قطر الوطنية التي تعتبر أهم مكتبة، قد تكون أهم مكتبة عربية يمكن موجودة الآن حسب المعلومات اللي عندي يعني أنا. لما تمتلكه هذه المكتبة من كتب ومن مخطوطات ومن غيرها، وبالإضافة طبعا إلى طريقة طريقة وجود المادة مادة الكتب فيها، سواء كانت إلكترونية بقيتها PDF يعني تنزل لك بطريقة معينة، أو بقيتها الكتاب نفسه أنت تحضر إليها، فأصبحت من العلامات المميزة لدولة قطر ثقافيا يعني، بالإضافة طبعا إلى متاحف قطر بشتى أنواعها. هل هناك دور مثلا أن أنتم تغذون أيضا هذه المكتبة، تعاون ما بينكم وبين مكتبة قطر الوطنية أو المتاحف أو غيرها بتغذيتهم مثلا بالمنتج اللي تقدمونه أنتم؟ طبعا أول شيء نشكر كذلك مكتبة قطر الوطنية وكذلك جميع القطاعات الأخرى الفاعلة، ولكن على وجه التحديد الآن مكتبة قطر الوطنية كمشروع مميز ومميز لدولة قطر. نشكر لهم وصولهم كذلك أو تواصلهم معنا كدور نشر، وحرصهم على أن يكون في قنوات التواصل موجودة ومتوفرة، وهناك تحديث أو بكل ما ينتج عن طريق دور النشر القطرية. بالإضافة إلى يعني على الصعيد الشخصي أنا أتكلم بلسان حالي، أن هناك تعاون كذلك في جميع المشاريع المشتركة يعني حتى بشكل تطوعي مع مكتبة قطر الوطنية، في ما يطرح من دورات تدريبية، من لقاءات، من ملتقيات أدبية أو فكرية. نحن شركاء في العمل الثقافي، ومكتبة قطر الوطنية الآن جهودها مشكورة مميزة لما تقوم به، يعني أجندتها ما شاء الله يعني حافلة، وكذلك هناك الكثير من المشاريع المستمرة على مدار العام. طيب احنا ايضا راح نرجع لهذا مثل ما ذكرت لك المحور نظرا لاهميته، ونظرا لاني مثل ما قلت لك انت الوحيد اللي راح تكون موجود معي في 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 هذا الجانب، لكن يعني ترهم كثير ينتقدون ان انا اخذ ضيف الى الحوار اكثر من الشعر، فانا مستضيف شاعر وحابين ايضا احنا نسمع من قصائد راد الهاجري. في ضفة مهجورة من شاطي النهر العتيق، رسمت علامات الغياب بوجه من مل العام، ما عاد به من صاحب وافي ولا باقي رفيق، ما عاد باقي الا مواري شيمة الناس الحشام، هنا رماد ودلتين وذاك متك للصديق اللي تكرس على المراجل يوم ولدلاش نام، اللي يزين دلته في وسع بال ما يضيق، ويقرب الفنجال للي عن يمينه باحترام، باله وسيع أخوته مثل الذهب وسط عقيق، متجمل متكمل في كل شيء يا سلام، الريح تعصف والعويل ازداد مما لا أطيق، سديت إذني ما نفعني والهجوم الشرستام، وينك وينك سليل المجد وينك، ساعدي عقبك عويق، راح العوين اللي نعده محزة من ساعة زحام، والقاع خالي والغراب اللي من أغصانه يويق، أزعج لي راسي بالنعيق اللي ينا عقبه دوام، أصبح مثار الفلسفة هل هو يليق أو ما يليق، وش يظلم الغربان غير إنها مرادفة الظلام، وش يظلم الغربان غير إنها من أجل النعيق، وكل تناسى وكل تناسى اللي دفن رحمة من أنياب الهوام، وأنا خايل في المدى ما شافت عيوني مضيق، ما شفت أنا غير السراب اللي تبعني من منام، ما ضاقت الدنيا ولكن ضاقت عيون الصديق، وما خربت الدنيا ولكن زادوا عيال الحرام، يا ضفة فيها دفنت أشواق قلب مستضيق، ما غير دوج وخطوتي عافت سلوك الانتظام،
دندن لنا العود وتثنى ناين الشعر طليق وقيثارة الشعر العتيقة ترتعش عندي مدام بيت الحناية منهدم وركانه بمر الحريق مدام بيت الحناية منهدم وركانه بمر الحريق يا من يطفي شعلة ما شيفت بعمر الأنام وارجع وطيح بمركبي وابحر وانا عيني تريق من دمعها كل المواجهة قبل غمض حولها. سلام. يا ما حل الفنجان مع سيحة البال يا ما حل الفنجان مع سيحة البال في مجلس ما فيه نفس مستمعينا الكرام نستمر وياكم في برنامجكم فيض المشاعر على دانة الأصوات صوت الخليج وأضيف هذه الحلقة الشاعر راضي الهاجري. جميل يا أبو محمد كنا في محور مهم أن نتكلم عن دور النشر بشكل عام والإيضاحات اللي أنا قاعد أخذها منك الآن إيضاحات مهمة للمتلقي بشكل عام لمن يود أن يتواصل كذلك مع دور النشر جميعها كذلك أيضا اللي عنده أيضا اهتمام في أنه هو
بيطبع كتاب من المؤلفين من غيرهم اللي عنده أيضا حتى كذلك أطفال عندهم هذه الموهبة كذلك اللي عرفت أنه مرحب فيهم طبعا. وتركيزك أيضا كذلك يمكن حتى على النشأ الجديد وهم الأطفال. أبو محمد تناقشنا في 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 جزئية بسيطة حول أن يعني راضي الهاجري عرف عنه أنه هو شخص غير مادي. يعني إذا كان هذا مشروع تجاري، هو في الأساس مشروع تجاري، ولكن يعني أنت لا تنظر إلى الربح المادي من خلال هذا المشروع بقدر ما أنت تحاول أن تمزج ما بين خدمة الثقافة القطرية والمثقف القطري، وما بين أيضا أن يكون في هامش ربح بسيط، يعني مجرد اللي هو يمشي الموضوع يعني فقط. هذه عرف عنها راضي الهاجري من أول ما دخل الساحة الشعبية. يعني عندك الإيثار قوي جدا يعني، وحب الإيثار كذلك ميزة مهمة عند الإنسان ونادرة كذلك. فساهمت في الصحافة الشعبية بظهور أسماء كثيرة، خدمت أسماء كثيرة أيضا في الصحافة، عضو لجنة تحكيم في كثير من المسابقات أيضا كان لك دور مهم فيها، ساهمت أيضا في نشر عدد من الكتب أيضا لبعض الشعراء، وقدمت عصارة أفكارك خدمة لهم. الأسعار كذلك من حضر إلى معرض الكتاب يجد أن أسعار الكتب في متناول الجميع وسهلة وأبسط من غيرها. لفت انتباهي لما قلت أنا لما في عندي بعض المطبوعات المخصصة للأطفال بأسعار قد تكون زهيدة جدا، لأني أبحث عن تعليم الطفل القراءة وتعريفه على أهمية القراءة وتشجيعه على القراءة. هذه النقطة كانت مهمة جدا يعني. فمن يفكر في الأجيال القادمة وفي تثقيفهم وفي عودة القراءة، لأن في بعض الناس يقولون هجر الكتاب، يعني أصبح الكتاب لم يعد خير جليس، يعني أصبح الموبايل خير جليس. لذلك أن تشجع النشأ الجديد على الكتابة هذا أمر يحسب لك وتشكر عليه أيضا كذلك. لكن أبغي أسمع منك أيضا حول هذه النقطة. يمكن تذكر أخوي عادل في أواخر الألفية، يعني نتكلم على بداية ثورة أو ثورة الكمبيوتر أو ظهور الشبكة العنكبوتية، يعني في حقبة التسعينات. الكليشيه السائد وقتها ان خلاص انتهى الورق. طيب المستقبل للالكتروني للكتاب الالكتروني. لازلت يعني متحديا، وسبحان الله يعني بعد الانهيارات اللي صادت خاصه في بعد الألفية الجديده وانهيار بعض خلينا نقول السيرفرات او الخوادم في كثير من المواقع، كثير من المواقع الادبيه اختفت، واختفى رصيد كثير من الشعراء اللي كانوا ما عندهم غير يعني خلينا نقول لك موثقين لاعمالهم. صحيح. الا عن طريق هذه ال يعني شظايا بالامانه كان خاصه اختفاء، ما اعرف السيرفر هذا كامل وين راح. ايوه يعني. نتكلم على شظايا، نتكلم على ابيات، نتكلم على يعني في ناس كانت قصائدهم مثلا على سبيل المثال في موقع ابيات دوت كوم اذا تتذكر يا عادل، كان كثير من الشعراء يقول لك انا والله قصائدي اختفت. طيب لما نشوفها على المدى البعيد، يظل الكتاب الموثق والموثق لي فكرك لي جهدك. طيب هذه خلاص علامه فارقه بالنسبه لك. الآن الأجيال القادمة، يعني يمكن حتى لو لاحظت أخوي عادل لما تكلمنا السعر مش هو بس العامل المحدد أو لي خلنا نقول إعادة استقطاب القارئ مرة أخرى، يعني بكافة الأجيال. يعني أنا أستهدف الأسرة بشكل كامل بكافة أفرادها وكافة اهتماماتها، وحاول أن أغذي هذه المكتبة. لذلك أحرص أول شيء أنها تكون موجودة بقيمة مقبولة، بحيث أول شيء تغطي التكلفة. أنا أتكلم التكلفة الإنتاجية.
يعني هنحاول يعني يمكن استرجعت قبل شوي لما كنت تقول انك راح تكون هجومي في هذا اللقاء، فانا قاعد ابحث عن يعني لما بديت طرح السؤال فاقول يعني الضرب من وين راح تجي يعني. طلعت طيب كثير يعني. لكن هي ليست ادعاء للمثالية، ولكن احنا فعلا اصحاب رسالة. كنت قارئا منذ الصغر، اتمنى ان تكون كل هذه الاجيال قادرة على القراءة بنفس الشغف بنفس سنة، إذا وجدوا ما يثير اهتمامهم وفي متناول أيديهم. على سبيل المثال يعني سعر الكتاب يعني قد يكون يعني يباع خارجا بضعف ما يباع داخل معارض الكتاب، ولكن أنا بالنسبة لي أنا فرصة لما يجيني هذا اليافع أو هذا الطفل الصغير يعني بدل ما يأخذ كتاب يأخذ كتابين طيب ويروح، يعني أول شيء غطى تكلفته وفي نفس الوقت أرضى كذلك نسبة البيع للمؤلف، لأن المؤلف كذلك له حق أنه حافظ على حقوق المؤلف كذلك. صحيح. وفي نفس الوقت هامش الربح بالنسبة لي، يعني الربح الأكبر أو يعني خلينا نقول الفائدة الكبرى إني أجد إن هذا الفكر تم توزيعه. أن بالنسبة لي ما أبي شيء يقعد في المخازن، المخازن هذه يعني هذه أنتجت لتقرأ. طيب فكرة أنها يعاد تدويرها كذلك، أن الكتاب هذا بعد أن ينتهى من قراءته أتمنى أن يهدى لشخص آخر. يعني هذا قد يقلل من هامش الربح بالنسبة لي، ولكن في نفس الوقت أتمنى أن هذه تكون محتفظة بقيمتها لعقدين لقرن من الزمان. يعني نحاول نقدم أعمال أو فكر ليخلد، لذلك الطفل نفسه هذا هو رجل المستقبل. الآن لما أساهم في إعادة الشغف له للكتاب، يعني يمكن أحد المشاريع القادمة وخلنا نخليها في وقتها، يعني إن في عمل لإعادة الاهتمام، هناك مجموعة من الأفكار لإعادة الاهتمام بالقراءة. ممتاز. يعني نحاول إن نعالج هذه المشكلة من الجذور حتى عبر هذا المنتج. ما في تصريح خفيف لصوت الخليج، يعني على الأقل نحصل على شيء حصري، يعني في كتاب إن شاء الله قادم بإذن الله. انزين أنا ممكن أعطيكم الاسم اللي هو اسمه دليل البهاء. طيب وهو سيكون إن شاء الله موجود في معرض الكتاب بإذن الله، كتاب منجز بشكل جميل جدا وفي أفكار جميلة خلنا نقول لك ومبتكرة لإعادة الاهتمام بالقراءة، يعني سيستفيد منه قطاعات كبيرة جدا من سيفرحون وسيغبطون لإعادة الاهتمام بالقراءة. هل هو موجه للجميع؟ للجميع يعني للجميع. مش للطفل فقط، يعني للطفل وكذلك للمهتمين سواء يعني على خلينا نقول لك مجموعات القراءة، المدارس، الأسر نفسها، الأسر اللي تتمنى أن أبنائها وأفرادها يعود اهتمامهم القراءة. في بعض التمارين المبتكرة، بعض الأفكار قد تكون مبسطة، ولكن إن شاء الله قادرة على إعادة الرونق للقراءة. ممتاز، بالتوفيق. يعني أنا أتمنى لك، يعني هو مشروع مهم جدا، لأن محاولة إنعاش، ما راح أقول إحياء، ولكن إنعاش العودة للقراءة، هذا أمر مهم جدا. كل إنسان يعني أعتقد أن من يبحث عن أنه هو يتأسس بشكل صحيح وبشكل ثقافي صحيح عليها أن يقرأ. القراءة متعة، القراءة فيها فائدة، القراءة فيها إذكاء حتى لكل مهاراتك عشان أنت تخدم وطنك. يعني الشخص المثقف هو القادر على أن يؤسس بصمة في 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 بلاده، أن يضع لنفسه بصمة خالصة، أن يكون مختلفا، أن يكون مميزا، أن يكون أرقى حتى في 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 تعامله. فدائما الاستثمار في 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 العقول البشرية هو الاستثمار المهم، وأنت ذكرت هذا أيضا حتى في الإعلان المطروح. فعندما ذكرت الإعلانات قلت أنا فعلا يعني الاستثمار في العقول هو الأهم. ودولة قطر يعني في ركيزتها أو في رؤيتها الوطنية 2030 اعتمدت في على الركيزة الأولى على التنمية البشرية. طيب. فالاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الحقيقي الباقي، أما الاستثمار في 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 في, في, في الأمور الأخرى هو استثمار زائل، يعني قد يكون زائل. وهذا ما يميز هذه الأرض فعلا. يعني الرؤية الفعلية والقائمة على هذا الاستثمار الحقيقي، يعني
استثمار وتكريس الموارد اللي الله حبانا فيها في هذه الأرض بحكمة في الركيزة الأساسية القادرة على خلنا نقول لك زيادة النماء هو العنصر البشري. العنصر البشري مهم جدا، والعنصر البشري عندما نصل إلى مرحلة الصدق مع الذات في الوصول إلى الرقي، التجرد من يعني التجرد من الأنا ونظرة الأنا والنفعية أو خلينا نقول المكتسبات الخاصة، يجب أن ننظر إلى خارج هذا الإطار، إطار يعني الجمجمة، ونجد ما يحيط بنا من جمال، من مظاهر مجتمعية نستطيع تنميتها بداية بالفكر، ثانيا بالجهد. يعني كثير من الأفكار موجودة يا أخي عادل، ولكن ما لم تطبق، ولا ما لم تطبق. يعني الكتب عبارة عن أفكار يتم طرحها للتطبيق. بالضبط. يعني الأفكار هذه مشاع للكل، ولكن من يقتنصها؟ يعني أحيانا نحن قد نكون غير قادرين على تطبيق مثل هذه الأفكار، يعني على الابتكار مرات، ولكن قد يقتنصها مبتكر، قد يقتنصها صاحب قرار، قد يقتنصها صاحب همة يعني لتجهيز هذه الأفكار وتجهيزها للاستفادة والإفادة منها. جميل. أيضا هي العالم، عالم الكتب عالم جميل جدا وعالم واسع جدا وعالم مفيد جدا، ولذلك في ناس عندهم حتى على فكرة مكتبات خاصة يعني في بيوتهم. يعني تعريجا على هذا الموضوع واتكاء عليه، ولكن لدي الآن ضيف شاعر بدوي تمرد على البادية وتمرد على كل ما يختص بالبادية، وذهب مباشرة إلى هذا العالم الجميل وإلى الواجهات الزجاجية العالية، ومتكئا على ثقافة. أحيانا الشاعر، كل شاعر عنده ثقافة معينة، ولكن حتى ثقافة البادية هي ثقافة مهمة جدا، يعني تطغى على الشاعر في كتابة قصيدته. راضي الهاجري لا أتمرد على هذا، فثقافته واطلاعه أيضا حتى على الثقافات الأخرى واضح، يعني في توظيفك يعني للقيثارة، للكمان، للأسماء معينة، لمفردات معينة، فأنت تتكئ على ثقافات مختلفة بعيدة كل البعد عن البادية. كيف استطعت أن تكسر هذا الحاجز؟ يمكن كانت البوابة أخي عادل اللي هي الكتاب. الكتاب، يعني لما أهديت كتابي لخالي رحمة الله عليه، لأني تربيت في مكتبته، فنتكلم على من نعومة الأظفار وأنا بين الكتب. يعني سافرت، وصلت إلى جميع أصقاع الدنيا جغرافيا، وحتى يعني في خط الزمن وصلت إلى ما وراء، ما قبل التاريخ، زين، في فترات سنية مبكرة. فبالنسبة لي، وأنا كنت وين؟ في الشحانية، في منطقة الشحانية، تعتبر في ذيك الفترة اللي أنا ترعرعت فيها، يعني تعتبر المناطق النائية، يعني أنت كنت تسافر لين توصل الدوحة في ذيك الفترة. فلما نتكلم الآن، لا يعني العالم بدأ يصغر، لكن في ذلك الوقت يعني كان عالمي أكبر بكثير. يعني أتذكر مرة يا أخي عادل، زملاء الدراسة وكثير منهم الله يمسيهم بالخير، يعني كثير منهم الآن أصبحوا مدراء مدارس ومدرسين ومعلمين ومربين للأجيال. أتذكر كنا نتمشى في شوارع الشحانية، وكنت أسولف أحكي لهم قصة قرأتها، اللي هي قصة الإلياذة، أسطورة الإغريق. فأنت لما تكلم يعني العالم أكبر بكثير، فمش يعني كيف كانت ردة فعلهم وتقول لهم القصة؟ تخيل انك تتمشى في الشارع، يعني شوارع الشحانيه، تتمشى رجليه طبعا على على الاقدام. اوكي، طبعا احنا تذكر كنا، يعني انت ما تذكر، ما كنت معانا، ولكن كنا يعني نلعب، يعني كانت المتنفس لنا كانت في ملعب المدرسه فتره ما بعد الدوام لغايه مغيب الشمس، وبعدها نعود للبيوت وكذا. ولكن كنا نستغل فرصة الرجوع هذه، احنا نبدأ نتحدث، نسولف وكذا، حتى في احنا نجرجر يعني أقدامنا بعد التعب وكذا. فيوم من الأيام ذكر القصة هذه، قعدنا نمشي، طولنا الطريق، يعني الشحانية مش من كبرها يعني، بس تخيل تظل تمشي 3 ساعات
لغاية ما حكيت القصة كاملة. فتخيلت نفسي الآن كأني هوميروس اللي حكى القصيدة على قيثارة وهو شاعر أعمى. طيب احنا الآن نتكلم على الاحترام والحب للبادية وتقدير البادية. طيب هذا شيء مفروغ منه، ولكن كذلك احنا نتكلم من هذه جذورنا. يعني خذينا منها أجمل ما فيها، الصدق، الجلد، الصبر، طيب مكارم الأخلاق، الأشياء كثيرة تعلمناها من بيئتنا، مرجلة الشهامة، كل الصفات موجودة بالضبط فيها. بالضبط، يعني ما نقدر نحصيها حتى في عبر أثير برنامج أو ساعات من البث، ولكن نتكلم على أن العالم دائما أكبر. صحيح، أنك لما توصل للعالم، أنا دائما في مقولة، إحدى المقولات كنت أقولها، أنا لا أخشى من الاطلاع على أي فكر حتى وإن ترى للبعض أن الفكر هذا سلبي. ليش؟ لأني ارتكزت على، خل أقول لك، على تحضير ذهني سليم. الحمد لله، يعني تربينا على أن الصح صح والخطأ خطأ. زين، عرفنا الفرق، تربينا. يعني أول كتاب قرأته وكان يقوم اللسان اللي هو القرآن الكريم. يعني فلذلك يعني الحمد لله هناك تحصين ذاتي، والفكر نفسه لسنا سريعي التأثر بالانسياق وراء كل، يعني كل فكرة قد تكون مثلا طارئة أو جديدة. لا، احنا عندنا القدرة على التقييم، وذلك التأني، حتى التأني في الطرح، حتى التأني في التفاعل مع المواضيع الطارئة والمستجدة. طيب هذه اكتسبناها في هذه الرحلة في الحياة. جميل. خلينا نسمع شيء من تمردك على النص أو على القصيدة التقليدية بشكل عام. يعني إحدى ظواهر التمرد كان اللي هو مغامرتي بالدخول في عالم الفصحى على سبيل المثال. فكان في لقاء مع أحد، يعني جالس مع أحد الأخوة الشعراء، فكان يقول لي أنا عاشق للفصحى كذلك، وكنت قارئ نهم لقصائد الفصحى، وكنت أحفظ من المعلقات كذلك. فما المانع أن نحاول كتابة الفصحى ما دام عندنا المفردة، ما دام عندنا القدرة اللغوية والنحوية لكتابة ما، يعني ما نرغب في قوله. فالمخرج، فجربت كتابة الفصحى. ف يمكن آخر ما كتبت من القصائد الفصحى يعني يعتز فيها قصيدة زوار الفجر. يقول لك: بساتين من السوسن تزين ثوب استبرق، وعين ترقب الشادي طويلا بينما أطرق، وإحساس يفيض اليوم إيذانا بما أحدق. أنا أقلق، أنا أقلق، رويدا لا تنازعني جناب الطائر اللقلق، وقوفي عند شاطئها مخافة يوم أن أغرق، أعاني جور أحجية غزت بالشيب لي مفرق. تعبنا 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 من قوانين انضباط الضابط الأحمق، وقسنا البعد ما قسنا على مهر لنا أبلق، سهول حول طروادة تعانق موتها المحدق، أبت طروادة الكبرى مهانة حفرها خندق. أنا ضعف عن تلاقينا، سباب الدهر قد يعلق، أهكتور فارس الهيجاء ما لك بالتلا تشرق، ورمحك طأطأت خجلا فلم ترمى ولم تطلق، تعاند كف مرتعش فلم تأبه لما يزهق، تهاوت روح فرغامة أمام مصيرها المطبق، وشاخ لروعها قصر ببحر النار قد أغرق، تداعت شرفة عليا تناست ماضيا مشرق، ملوكا من ذوي الهامات والعاهات والسرق، تمطوا فوق مرجلها سليقا هان أن يسلق، شراذم لم تعد تقوى أمام الموت أن تحنق، فماتت موت حملان دماها دائما تهرق، ومات الملك عاش الملك أين التاج كي يسرق، ورثنا التاج عن جد توارى خوف أن يخنق، بأيدي زائري فجر كنار الحقد أو أسبق،
حصان الموت يخفيهم ونجم الصبح يستوثق وذاك الرائش الأوسم يطارح عشقه الأخرق. فهيكتور لم يكن يوما أثيرا قبل أن يحرق، ولكن بعد مقتله بكف الباطش الأوثق بكف الحية الرقطاء كف المارد الأزرق أخيلس مهلك الشجعان في الميدان كم فرق. بكت طروادة الهلعة فناء كاد أن يطبق، غراب البين بين اثنين حار لمن ترى ينعق، فسهم الموت قد أطلق ومركب حظهم أغرق، ومات الناس عاش الناس يا إنياس لا تقلق. فطائر سعدكم لقلق وطائر حظهم ينفق هروبا هروبا عند نور الفجر نور الفجر مستوثق. دع الموتى تخلدهم مشاعر شاعر أطرق على لحن بقيثارة، فليس لشاعر منطق وللأحياء من يشدو ومن يسهر ومن يعرق، يشيد من أساطير الخوارق صنفها الأبرق ليعطي المجد للهارب، فهذا ديدن المرق تريد المجد أين المجد سيف المجد للألبق. بطولات من الأفواه والأذان قد تشهق، دعوني أكتب التاريخ فالتاريخ لم يصدق، دعوني أنصف الأبطال فالأبطال لم تعتق، لزيم الشائع انترته وسيف الدين لم يطرق، ولم يقرن ببيبرسة ولم ينصر لنا فيلق، ولم نقوى على تتر ولم نعلم لما نرزق، ثغاء الشائع نتقنه، ولم نقوى على تتر ولم نعلم لما نرزق، ثغاء الشاء يتقنه، فلا تعجب لمن ينهق، عشقت الصمت والمشؤوم يوم العيد لي ينعق، رويدك زائرا فجري أنا أفرح حين أن نحرق، كعود زاده الإحراق طيب الموت لا يعلق، دعوني فك راحلتي فما جئت لكي أخنق، أنا مجنوننا العاقل أنا زنديقنا الأصدق، تخلص من وريقاتي فلي من بعدها زورق، وهاجر نحو سوسنة تكفنني باستبرق. والمكتوب يا ولدي يا ولدي قد مات شهيدا، يا ولدي قد مات شهيدا، يا ولدي قد مات شهيدا، من مات فداء للمحبوب، من مات فداء للمحبوب، من مات فداء للمحبوب، من مات فداء للمحبوب. من مات فداء للمحبوب، من مات فداء للمحبوب، من مات فداء للمحبوب. يا ولدي يا نستمر وإياكم أحبتنا الكرام أينما كنتم في برنامجكم فيض المشاعر على دانة الأصوات صوت الخليج، ولازلنا مع ضيف هذه الحلقة الشاعر راضي الهاجري. صح الله لسانك يا أبو محمد. صح بي. جميل وتمرد جميل، ولكن أحيانا ما أدري يعني الشعر الحديث له رواده، له جمهوره، له مثقفيه، له محبيه،
بس وين حاد تلقى نفسك انت اكثر يعني الان؟ هل بديت فعلا تتمرد على الـ على الـ على تمردت في البدايه منذ الصغر على الباديه وانتقلت الى الـ الى الى الشعر الحداثي ومن ثم الى الشعر الفصيح ومن ثم طبعا المحور اللي راح نتكلم فيه ومهم جدا ايضا الى الفن التشكيلي، وين حاب توصل؟ تسمح لي يعني هي مراحل انتقاليه ولا انت حاب هالاشياء كلها ولا ايش اللي حاب توصل له؟ عادة تسمح لي بس أنا اللي بهاجم هالمرة يعني تسمح لي أعترض على مفردة التمرد. على فكرة التمرد لا تعني مطلقا، أنا فاهم دي بس لأني لسبب تمرد الآن لما نتكلم تمردت على هذا الشيء، بمعنى أني الآن خلاص شبيت عن هذا الطوق أو تعت عنه أو أني تركته ورائي واتجهت إلى شيء قد تفهم انتقاصا من هذا الشيء. طيب مع احترامي طبعا، ولكن انا لم اتمرد يعني في عودت نفسي على نقطة معينة، يمكن حتى ايام خلينا اقول لك الاسهام في الساحة الشعرية والساحة الشعبية، تعودت شيء اللي هو تقدير كل جهد او تقدير كل جمال، البحث عن الجمال في كل زاوية او في كل فن. يعني في ناس يقول لك انا مثلا على سبيل المثال الشعر الحديث او يعني في ناس كانت يعني خاصه من خلي اقول لك مريدي او المهتمين بالمدارس الكلاسيكيه يرون ان هذا شيء معيب انك تروح تتجه الى المدارس الحديثه نوعا ما. لا، اتعودت اني كل ما جاني ابحث دائما عن الجمال فيه. طيب الجمال على فكرة تأكيدا لكلامك، في واحد من المصورين حتى كان مصور جثة يعني طايحة في الأرض هناك، فالناس استغربت يعني أنت ليش تصور جثة؟ يقول حتى وإن كان هناك موت هناك جمال في الصورة، يعني يجب أن يكون هناك زاوية معينة فيها جمال، وإن كان هذا الحد هذا حدث يعني صحيح. حدث مشؤوم وحدث مؤذي وحدث حزين، لكن ينظر إليها أيضا بزاوية معينة أن هناك جمال معين يكون. بالضبط، فعملية البحث عن الجمال دائما مستمرة. طيب أحيانا يعني أقول لك مثلا لو تلاحظ الاستوديو حوالينا يعني مجموعة كبيرة من الألوان، يعني أشوف الخلفية جميلة وراك، لكن كذلك كل لون له خصوصيته، كل لون له، أنا أبحث في الزوايا هذه. على فكرة هوية الصوت الخليجي الأزرق والأصفر يعني جميل، لكن أشوف الأخضر والعنابي والبيج والرصاص كذا. عادل عندنا قدرة على أقول لك هضم هذه الكميات من الجمال، لذلك يعني المدارس المختلفة، الفنون المختلفة، الجهود كذلك المختلفة. يمكن زاملتني في بعض الجهود في تحكيم بعض المسابقات، لذلك كنا نبحث دائما على الجهد هذا إيش الجمال اللي قدمه، ما نبحث عن المثالب أو يعني النقائص في تلك الأعمال، ولكن كذلك نبحث عن خلنا نقول لك طاقة كامنة نستطيع أن نحفزها. الشخص هذا وجهه إلى هذا العمل أو وجهه إلى هذا الفن. يعني في ناس كانوا مثلا يقول لك أنا أتمنى أني أروح الفصحى، ولكن لقينا في نفس يعني موسيقي رائع، أو أنه قد يعني يقدم أعمال كذلك إذا وجد الإرشاد أو النصح الصادق في تطوير هذه الجهات المختلفة. لذلك أجد نفسي إنسان عبارة عن 360 درجة انزين في كافة المتجهات، أي جهد ألاقي إنه وسيلة تعبيرية، يعني مثل ما تفضلت يعني سواء بالرسم بالتصوير بالكتابة سواء بالسردية أو بالفصحى أو بالشعبي، ما المانع أن نجرب، ما المانع أن نقدم، أن نعبر عن أفكارنا بالطريقة. دائما يسألون هل تختار القصيدة أو تقول أنا اليوم بكتب بالفصحى أو كذا، أقول لا، الفكرة موجودة، هي تختار طريقة الظهور، تختار أن تكون عبارة عن لوحة فنية أو قصيدة بكافة الأشكال. مرات ممكن تكتب قصائد، كتبت قصائد باللغة الإنجليزية فيعني لأنها حكمت في وقتها، مرة كتبت قصيدة باللهجة المصرية. طيب إهداء لأحد الأصدقاء، يعني كانت أذكر كانت مناسبة، يعني كانت كان نادي الأهلي المصري يعني كان يلعب في كأس العالم للأندية، وكان الصديق المصري يعني متحمس جدا لنادي أهلاوي يعني متعصب يعني،
فطلب مني قلت له يعني على قولتهم لما لا يعني. فكتبت له أبيات إهداء كذا باللهجة المصرية، لا تسألني أنا ما أتذكرها. أنا كنت أبغي أسمعها أي لا صراحة. لا أنا مش علشانها، بس أنا أبغي أسمع أسمعك وأنت تتكلم مصري يعني فيها، يعني وأنت تلقي الشعر المصري. ما أنا بديت مصري قبل شوي. جميل. لما لا لما بدي لما بدينا الحوار يعني. فما زلت متأثر. محليا طبعا يقال أنك سداوي. مع وافر الاحترام للزعيم العالمي يعني، لكن لا أنا رياني وحتى النخاع. ليش دائما يعني أهل الشحانية وأهل ريان وغيرها في المناطق هذه كلهم ريانيين يعني؟ هل هو انتماء للمنطقة مثلا؟ لا السد قريب يعني. أنا بقول إن شاء الله يعني في خلنا نكون شوي واقعيين. أحيانا هي المسألة مش انتماء. مثلا أنا يعني أنا أشجع برشلونة، ويعني كثير من الناس يعرفون الموضوع هذا، ولكن أنا لاني من سكان برشلونة، ولا عمري كنت في برشلونة، ولا كنت في مثلا ولا طبيت إسباني يعني. طيب ولا عندي أسهم في برشلونة. ولكن أنت أحيانا في حقبة من الزمن أوكي قد يعجبك شيء، قد تحس إنه صحيح. يعني كان في متعة كروية في ذلك. يعني أنا قد أكون يعني طلعت في الزمن الجميل لنادي الريان. وعلى سبيل المثال أنا بقول لك شغله، أنا إنسان والله ما زال جميل الريان. أنا يعجبني أنا بكل أمانة يعني. خلينا يعني في إطار الكرة عشان نسكر هذا الموضوع. أنا أحترم 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 جدا جدا الجمهور الرياني والجمهور العرباوي بكل صدق صراحة. بقول لك شغله يعني، انت الان يمكن جبت يمكن النقطه اللي انا كنت تقديري طبعا للجماهير الثانيه، لكن حسيتهم لا برغم يعني على فكره رغم الهزيمه لا يوقف معه النادي العربي. يعني حسيت ان هالموسم هذا بدا يظهر شوي، مع انه تقريبا 22 سنه ما حقق اي انتصارات، لكن جمهور وفي، جمهور واقف مع النادي. طيب عادل تعرف انا مشكلتي ايش في الان في الـ في الـ في الكوره الان او حتى في الاسره يعني. أخوي حسن مسي بالخير، ما أدري إذا يسمع الآن ولا لا، لكن حسن وديته، أنا رياني متعصب، وديته يلعب في العربي أنا بنفسي. طيب لسبب إن في ذيك الفترة اللي طلع فيها حسن زين، كانت المدرسة أو مدارس الكرة في النادي العربي كانت هي الأميز. فبكل موضوعية بكل تجرد زين وديته إلى يعني الى دخل طبعا وزامل وصل الى يعني الى منتخبات سنيه وكذا، لغايه ما جات الاصابه ووقف عن الكوره. طيب وهو الان ما شاء الله يعني في متخصص في مجال القانون وكذا مسيه بالخير. لكن الان يعني شوف الرجال الان ما شاء الله يعني رب اسره وكذا، وعرباوي متعصب. يا سلام. فتخيل انا خلقت يعني خصمي اللدود او صديقي اللدود يعني. سويته بالمباراه الاخيره. طبعا انا عندي الشباب الصغار وكذا في الاسره يعني معظمهم ريانين. طيب فطلبت منهم جماعه خير يعني خلاص حاجز لحد يتكلم في الموضوع يعني. مبروك هارد لك انتهى الموضوع. طيب ننتقل الى موضوع اخر، هو موضوع الفن التشكيلي وعلاقه الفن التشكيلي بالرسم. كيف استطعت مزج هذين الممزوجين خلقه يعني بصراحه؟ يعني هي اللوحة دائما تشعر بأنها قصيدة، والقصيدة تشعر أنها لوحة، ولذلك هذا المزج الجميل ما بينهم هم وهو موجودة، لكن كيف أنت طوعته؟ طيب احنا يمكن أنا كان عندي منظور خاص حتى للفن التشكيلي. تذكر خالد يعني عادل لما كنا قبل شوي احنا نبحث عن الجمال في كل ما يحط بنا، فما بالك أنه يكون فيه عمل جميل أو عمل إبداعي. فأنت الآن تبدأ تبحث في الأفكار، تبحث تراها من منظورك مختلف، من منظور الشاعر، البحث في اللون، البحث في أفكار. يعني تناقشت مع بعض الفنانين، طيب كنت أرى لوحاتهم أعمالهم اللي يقدمونها من منظور يعني هم بنفسهم اعترفوا أنها قد يكون أعمق من تنفيذهم لهذه الأعمال. أحيانا هي أعمال تعبيرية بالنسبة لهم وعندهم منظورهم الخاص طيب ومحترم طبعا، ولكن يجيهم مثلا شخص من خلنا نقول بيئة إنجاز التسمية بيئة إبداعية مختلفة، فيكون هناك المنظور هذا اللي نسميه إحنا تكامل الثقافات. لما نتكلم على تكامل الثقافات كذلك منذ الصغر أنا برضو كنت من الناس اللي يعني عندي ميول فنية في الرسم، في الخط، في
في رسم الكاريكاتير في يعني. فكانت عندي محاولات وكنت من أو إسهامات في تلك الفترة يعني يمكن من بداية من أواخر الثمانينات وأنا زبون دائم في صفحة كاريكاتير مع الأستاذ عبد الله الصادق يعني الله يذكره بالخير. وكذلك لقيت أن محب لحضور الفعاليات والفعاليات الثقافية حضورها يعني كان في سؤال يعني وأنا كنت شوي أستغربه اللي هو طيب أنت شاعر ليش حاضر معرض فني؟ تخيل السؤال هذا يطرح أو ما علاقتك بالفن يا أخي. إحنا بحاجة أن يكون المثقف ملم بالموسيقى ملم بالأدب بالتاريخ بالفنون التشكيلية بكل حاجة. يعني ثقافة الإنسان يا أخي الشاعر إذا قرأ بس شعر راح تكون قصائده هي قصائد يعني معاد تدويرها من أفكار غيره أو أفكار طرحت من قبل، ولكن أنت الآن تفتح مجالات أخرى للإبداع وعملية تمازج بين الفكر وبين الـ هي الـ يعني إعادة خلنا نقول لك التواجد بين الفنون المختلفة هذه جسور ونقطعها من الطرفين بين الضفتين. جميل، إيش رأيك نسمع شيء من هذا المزج الجميل؟ نحاول نحن نسمع قصيدة وكأننا نرى لوحة أو كأننا نسمع قطعة موسيقية أو خلاف. كم ديوان عندك أنت الآن ممسك بديوان؟ طبعا هذا الديوان هذا مهدى لي أنا ولازم يرجع لي يعني أنا مأجرة صراحة كأني بسحبه منك هذا. لا ما أعتقد إن شاء الله ما أنت بطالع من الإذاعة. بس كم ديوان عندك؟ لا هذا الديوان الأول. الأول. ويعني وكان يعني خلي أقول كان جاهز لمدة 6 سنوات. ولكن تعرف أحياناً أنت تتوقع إن لا والله أنا في شيء ناقص أحاول إني شوي أكمله. طبعاً سميت رغبة غربة وهي الغربة بالنسبة لي ليست مكانية فقط ولكن قد تكون وجدانية، لذلك انتقيت القصائد مجموعة من القصائد اللي تتناسب مع هذا المسمى. سألتك يا هوى بالي عن الخفاق وأسراره، سألتك يا هوى روحي عن المعشوق وش دوره، سألتك عن عيون الشعر عن الحرمان ودواره، تقول إن الولة فترة وقول إن الولة صورة، ترافق عين فنان يقول إن القمر جارة وتاري ذا القمر طيفا سكن في خافي شعوره، يا ليلى والحسن آية خذيت الحسن من سارة، رحم ربي مجانين ان تجنب ليلى مجبورة، نعم أهوى نعم أعشق نعم والروح مختارة، نعم لعيون غاليتي نسجت بحبي أسطورة، رسمت بحبي اللوحة دخيلك تفهم الشارة، لهيب الوان بيكاسو ولا أفعال مجرورة، غرامي واضح فاضح وشف أعصابي منهارة، أسير بعينك النجلة أسيرا عذبه سورة، حلفتني مهد الحبس ولا تشكى من أسوارة، ودامي من مجانينك فيا ليلاي معذورة، حلالك قلبي العاشق تعالي له وأشعاره، وهذه لي تعاليمك عن المعشوق وش دوره. سلام. Thank you.
شرحة العاشق كبيرة يا حبيبي، كل ما زاد الغلط زاد العتاب يا حبيبي. أحبتنا الكرام أينما كنتم أنتم تستمعون إلى دانة الأصوات صوت الخليج، وهذا هو برنامج فيض المشاعر، ولازلنا مع ضيف هذه الحلقة في الدقائق الأخيرة من حلقة اليوم، راضي الهاجري الشاعر الجميل والفنان التشكيلي المميز وصاحب دار زكريت للنشر، وحياك الله معنا محمد. يا مرحبا محمد. احنا عندنا طبعا في كل حلقة من حلقات برنامج فيض المشاعر في مسابقة نضعها للمستمعين الكرام. الأسبوع الماضي كانت ضيفتنا الشاعرة العمانية الجميلة هلالة الحمداني، وهلالة الله يسلمك حطت لهم بيتين عبارة عن لغز جميل يعني الأبيات، وطلبت حل هذا اللغز بأبيات على نفس الوزن والقافية، والكرة الآن في ملعبك لاختيار من سيفوز. احنا في كل حلقة نختار واحد يعني، وهي تتكرر الأسماء يعني ما تتكرر الأسماء يعني في 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 الحلقة. طبعا يعني يمكن هذا جهد مشكور، وخلنا نقول مبادرة جميلة من فيض المشاعر مصوت الخليج لإذكاء الساحة كذلك بهذه الأفكار المبتكرة. مسابقة الأسبوع الماضي كانت مشاركة طيبة، أبيات للشاعر هلال الحمداني من سلطنة عمان الشقيقة، تقول فيها بنشدك عن شيء يلازمك كل حين، تحصين حفظ وصون عن كل شيطان، صبح ومساء نذكره معروف بالدين، نبغي الإجابة منك يا أخوي الإنسان. طبعا في مشاركات جميلة يعني طبعا الإجابة هي الأذكار، أي الأذكار طبعا. فأعتقد أن يمكن الأبيات اللي أعتقد التغريدة أو التفاعل الفائز هو للأخ عبد الله محمد علوي، تم اختياره مثل ما أشوف يعني كنت تقريبا كانت هي المشاركة الأكثر توفيقا، يعني مع أن في مسابقات يعني وفي مشاركات جميلة يعني. يقول إيش تقول؟ يقول هذه هي الأذكار ستر وتحصين، نقولها في كل وقت إذا حان، كأنها الثمار اللي تزين البساتين، أو كأنها عقد الفضيلة والإحسان. والسلام. جميل عبد الله، جميل. صح الله لسانك يا عبد الله. يقول هذه هي الأذكار ستر وتحصين، نقولها في كل وقت إذا حان، كأنها الثمار اللي تزين البساتين، أو كأنها عقد الفضيلة والإحسان. جميل يا أخي، تصوير جميل يعني، والتقار ذكي. ألف مبروك أخوي عبد الله محمد، وأتمنى أخوي عبد الله تتصل على هاتف البرنامج 4403000 440-30,000، هذا هو هاتف البرنامج، بس فقط تعطي الإخوان في الكنترول البيانات الخاصة فيك من أجل استلام جائزتك. وهذه المسابقة الخاصة لمتابعي صوت الخليج في تويتر، والإجابات تقبل فقط على حساب إذاعة صوت الخليج في تويتر. مبروك اخوي عبد محمد. عبد الله ولا عبد الله؟ عبد الله محمد. عبد الله محمد، مبروك يا اخوي عبد الله، تستاهل، وان شاء الله بالتوفيق لكم. بعد شوي نوعية المسابقة راح تختلف، طريقتها راح تختلف، في مسابقة حطها راضي لكم وسهلة يعني، هو سهلها بصراحة يعني، هو من كل شطر جايب النص يعني صاحب النصيب السالم. فيعني هي بيتين موجودة، ولكن يعني كل شطر النص موجود بالضبط، وانتم عليكم تكملون نص الشطر الثاني يعني بإذن الله. واتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع، وان شاء الله تكون يعني راح نلاقي إن شاء الله مشاركات قد تكون أقوى من الأبيات الأصلية. ممتاز. يعني هو ليس شرطا أن يصل إلى الفكرة اللي أنت كتبتها يعني، بالضبط، أن يعني تكون مختلفة يعني. وهذا يمكن هذا نهج أتمنى أن يكون نهج من الإبداع، أن الخروج حتى عن الصورة نفسها. يعني قد في ناس قد تتعارض أصلا مع الفكرة اللي أنا كنت كاتبها مثلا. ممتاز. وهذا حق أصيل للمبدع يعني. ممتاز ممتاز. إذا بعد قليل إن شاء الله راح نضع المسابقة للجميع إن شاء الله، وأتمنى للجميع التوفيق فيها. أبو محمد الوقت شوي بدأ يداركنا، ولكن بالنسبة إذا سألتك الآن هل لديك قصائد بعدد اللوحات؟
أم لم تصل إلى ذلك؟ أم هذا هو الأكثر وهذا هو الأقل؟ يعني أصدقك القول يا عادل، أنا لا أدري كم عدد اللوحات ولا أدري كم عدد القصائد، وقد تكون هذه يعني شوف سندرك هذا المعنى أو هذا يعني إحنا نقول هذه أفكار شاردة، القصائد حتى الآن أفكار شاردة ما لم توثق بين ضفتي كتاب لن نصل إلى هذا العدد، لأن حتى القصائد هذه لغاية ما دونت ووثقت خلاص هذا الشكل النهائي لها، ولكن إحنا بإذن الله يعني ما دمنا ما دام في بقية في الحياة رمق إن شاء الله يعني نظل نتمنى إن شاء الله نظل معبرين عن أفكارنا سواء بلوحات أو بقصائد. للسادة الشاعرة السعدية مفرح كانت ضيفة في هذا البرنامج قبل تقريبا أسبوعين أو 3 أسابيع، عندما تحدثت معها قالت أنا لا أعود إلى قصائد القديمة، لا أريد تشويهها وإن كانت حتى فيها تشوهات فهي تبقى زي ما هي، ما أحاول أني أنا أعدل فيها أو غيره، لا هي يجب أن تكون بهذا الشكل، لأنها خرجت عادل القصائد إذا خرجت للنور يعني كثير من المبدعين لأنها توثيق لمرحلة. طيب قصائد البدايات يعني أنا إذا أتكلم الآن في 2018-2019 أصدر ديواني الأول، يعني أنا أكتب من عمري 12 سنة، فقصائد البدايات لا يمكن أن أنشرها الآن لأنها لن تعكس النقطة الحالية اللي أنا فيها، ولكن نقاط الزمن اللي توقفت عند أصدار طبعا من حق الإنسان أنه حق الطبيعي أنه يتطور في مستواه. صحيح. لذلك يعني أقدر رأي الأستاذة سعدية في هذه النقطة بالذات، عدم العودة لها لأنها خلاص خرجت للنور، مدام خرجت للنور أصبحت الآن ملكا للقارئ وللناقد وللمتتبع. طيب الشاعر خلاص قام بدوره، علشان كذا ننصح دائما يعني المبدع أو المنتج لأي عمل إبداعي بالتأني حتى يعني ينتج عمله بأقصى ما يستطيع في نقطة الزمنية تلك، حتى خلنا نقول لك لا يندم لاحقا، خلاص هذا توثيق لمرحلة زمنية أو لمرحلة أو لتطور إبداعي في نقطة زمنية. ممتاز أبو محمد، نحاول أيضا نحن نسمع قبل أن نختم معك، نبغي نسمع شيء جديد أيضا من جديدك، ترى أنت لا تحرم المتلقي كذلك الجديد، ما يعني لا تهتم في اللوحات أكثر من القصائد، يعني يقول لك صعب تفهم يا حسين الدل ما يعني كلامي، لأنك أصلا في براءة طفلة تحضن العبها، للبراءة في عيونك قيمة فيها تسامي، كيف طين الأرض يصبح من عبير الورد أبها، أنت أحلى من حكايات المدينة والحرامي، ينصب وينصب وينصب وآخر النصب نهبها، لكن إن جاتك وعود الحب يا غاية مرامي، أبشر إني ما أثور وما أجور وذا سببها، راضي بالظلم له ساكن بقصى عظامي، ظلمك أعدل من أناس تحتفي باللي غلبها، يا براءة يا جريمة جرمها فيني عصامي، ابتدى من قاع صفر الأرض لين أجلى عربها، شفت أصفى من نهار شمس هجلت لي ظلامي، لين صرت أدفى بصورة في خيالي واقتربها، لو تباعد أركض أركض والخيال أسرع أمامي، ليه تبعد يا خيال صرت عشقك من سببها، ليه تبعد وانت أصلا حايز كل اهتمامي، وين تلقالك خفوق شعلته دايم لهبها، لا تظنه يوم يبرد وانت تدري بانتقامي، لو يفكر يوم يبرد بشعل النار وحطبها، واجعله في وسط نار الحب لا زاد ضرامي، لين ياتي له فحيح بكل كلمة ما كتبها، إيه أحبك موت عشقك أنت حبي يا حيامي يا خليلة يا دخيلة قلب ما يرفض طلبها، شفت يوضح اعتراف اللخبط أركان انتظامي، أنت يوضح منها أصلا لأنك أغلى من ذهبها. الله 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 عليك.
الوقت يمضي سريعا مع الجميلين مثلك اخوي راضي الهاجري. اخوي راضي في بيتنا الذكرى يقال انه الشاعر اسمه جميل الزهاوي، ما اعرف اذا كان له ولا لا، يقول اذا الشعر لم يهزك عند سماعه فليس خليقا او ليس حريا ان يقال له شعر. قصائدك جميله وانت جميل وتهز الوجدان، ولكن هل اللوحه ايضا تهز الوجدان هكذا؟ لوحاتك أنت اللي ترسمها. الصمت قد يكون أصخب من أي كلام، لذلك أحيانا اللوحة نفسها قد تخاطبك بصوت جدا عالي ولكن اللي بن يسمع. السلام. كل الشكر يا عادل. سعيد في وجودك معي، نورتنا وأضاءتنا، وبالتوفيق لك في كل ما تقدم أنت كفاءة وطنية نعتز ونفتخر فيها، نعتز بما تقدمه للساحة وللثقافة في قطر. خدمتك لهذا الوطن ليست بغريبة عليك راضي، واهتمامك أيضا حتى بالأسماء واهتمامك بكل الناس، يعني هناك بعض الأشخاص ممكن يحاول أنه يخدم نفسه ولكن أنت تحاول تخدم الآخرين أكثر مما تخدم نفسك في, في, في كل المجالات بصراحة، وفخورين فيك. نظل مقصرين يا عادل، ومهما قدمنا أو نقدم جهودكم كلها مقدرة، لذلك مهما نحاول نقدم يعني راح نظل مقصرين، وسنسعى بإذن الله دائما إلى إضافة أي خطوة نخطوها مع بعض إن شاء الله لإضافة قيمة. شكرا لك، شكرا لك. إذن مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية حلقة من حلقات برنامج فيض المشاعر، نلتقي الأسبوع المقبل، إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله. المسابقة حطيناها في حساب إذاعة صوت الخليج في تويتر، اللي حطها المسابقة زميلي وصديقي الشاعر راضي الهاجري. لكم أجمل تحية فريق من العمل، من التنفيذ فيصل الشيراوي، تحية من عبد الله كهوري، وتحية كذلك من عيسى علي، تحية من آمن الحمادي، تحية من عبد الرحمن الشعيبي، محمد عبد الله، محمد علي، وعلاء ملاحي، وكان معكم من داخل الاستديو أخوكم عادل عبد الله. انتهى اللقاء، إلى اللقاء.